لك ايه مع محمد رمضان بعد فيلم الديزل؟ ايه اللي حصل؟ خلافي مع رمضان، ما عنديش خلاف مع رمضان، بالعكس انا بحب رمضان جدا، ورمضان طلب مني ان اعمل فيلم الديزل، وعايز اقول لك ان انا عملته يعني جدعانه لي ولكريم السبكي عشان انا بحب كريم جدا، والحاج احمد لان بحب شغلهم وبحس ان هم هيعملوا حاجه كويسه. ف عايز اقول لك ان انا ما كنتش مقتنع بالفيلم از هول ككل كده، ولكن الترندنج اللي حصل للمشهد ما بيني انا ومحمد رمضان اللي هو انزل على ركبك يالا دي، بلاقي ايه فانس كتير قوي بتبعت لي المشهد هم بيمثلوه، حد بيمثل رمضان حد بيمثلني انا، ويقول يقول المشهد، فلقيت ان الموضوع عمل بصمه وبوزيتيف جدا ليا. انا اظن انت تم حذف اغلب مشاهدك من الفيلم، انت ما كنتش موافق على الفيلم؟ لا لا او خالص. على مشاهدك في الفيلم او خالص. الدور ما كانش عاجبك بعد ما شفته؟ لا خالص، انا هقول لك كان وما خدتش كمان فلوس، انا معلوماتي ما خدتش فلوس على الدور كمان. لا لا ما خدتش. ما خدتش. لا لا انا عملتها حبا في ال في ال في الشخصيات اللي مش انا رافضا للدور يعني. لا 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 خالص، انا مثلت الدور، انا عمري ما بندم على اي حاجه وما ندمتش على ده، وعملت اللي انا عايزه. انا كنت شايف بس ان هو كان ممكن يستخدم يعني يستخدمني احسن من كده في حاجات معينه، بس دي تبقى اراء اخراج، فلو هو شاف ان هو ما كانش محتاج يعمل كده اتس اوكي، بس اللي انا عملته مشهد مبسوط. من الفيلم ولا مشهد، دي حاجات بقى اعتقد بتبقى مجرد شعلالة كده نسخنها نعمل يعني. اي لو حاجة رمضان نسخنها. بكرة كلمك قال لك عايزك معايا في مسلسل هتروح؟ ليه؟ انا رمضان شفته كتير قوي بعد الديزو، بنتصور مع بعض، نخرج مع بعض، نسهر مع بعض، جميل، ودايما بحب لا رمضان تشتغل معاه تاني؟ اشتغل معاه تاني طبعا.